تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. وأكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.